أيضا من خلال الفعاليات الموجودة في هذه الدورة من منتدى شباب العالم، معرض أهل سيناء، واللي تفقده بالأمس السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وهو المعرض المقام زي ما قلت لحضراتكم على هامش المنتدى. استمع الرئيس عبد الفتاح السيسي لعدد من المشاركين في المعرض، واللي حرصوا على توجيه الشكر للرئيس السيسي على ما قدمه لأهالي سيناء والمشروعات الكبيرة التي أقيمت فيها في خلال السنوات الماضية. أنا دكتور عمرو سعد يا فندم من الجامعة البريطانية وقائد فريق ريادة الأعمال هنا يا فندم. حاولنا نعمل بيئة متكاملة، بدل ما نجيب شركات تعرض بس المنتجات أو الخدمات بتاعتها، لا، يبقى عندنا فرصة إن احنا نعمل بيئة استثمارية كاملة. عندنا ماس بتضرب الشركات وبنعمل تواصل بينهم وبين بعض علشان نبدأ نجهز لمؤتمر 25 و26 بتاع الصناعات الصغيرة. انا الاول عايزه اشكر حضرتك على ثلاث حاجات. معلش قابلت حضرتك في تراثنا، وكنت حكيت لك مشكله عن الاخ المرافق في قانون ذوي الاعاقه. حضرتك مش حليت لي المشكله، حضرتك غيرت القانون كله، فالف الف شكر بجد، انت حليت المشكله لينا كلنا. مشايخ القبائل كلها يا فندم برجالها بحريمها كلهم يا فندم برحبوا بك يا فندم، ورب ان شاء الله التراث بتاعنا بيعجب سيادتك يا فندم. وسام طيب يا فندم. تقدم نشكر سيادتك، أنا سلام مرحيل عضو مجلس النواب، ومشكر سيادتك على المشاريع اللي تحصل عندنا في سيناء. ومصر سيناء هي بأمانة لامة كل جميع القبائل، وخاصة مصر على الرخام والطرق اللي تدمر بجنب القوات، جنبها القوات المسلحة والشرطة المدنية، وربنا يديك الصحة، يعني عاملة شغل في سيناء بسيادتك يا فندم. تطوير سيناء العزيزة، التطوير يا فندم يشتمل جانبين، تطوير اقتصادي وتطوير انساني. تطوير الاقتصاد، احنا كاهالي سيناء يا فندم كبار وشباب لينا حلم ونحب نحقق يا فندم في عصر سعادتك، هو انشاء مجمع مصانع في الجرجافه لانتاج اجود انواع الرخام اللي بيتم تصديره يا فندم واستخدامه محلي، اللي وفر يا فندم 600 فرصه عمل لاهالي سيناء بطريقه مباشره. انا حابب اشكر حضرتك بالنيابه عن كل اسر الشهداء، كل اهالي سيناء على اللي بتعمله معانا وبتقدمه لنا، واهتمامك بينا. وهدية حضرتك وصلت اللي من يومين بضاعه التكريم، اللي لها مميزات كتير في التعليم والصحة والإسكان والنعل. حاب أشكر حضرتك برضو على توفير فرص عمل لكل أسر الشهيد، وإن شاء الله ننمي بلدنا، وإن شاء الله إيدينا في إيدين بعض لتحيا مصر. شكرا يا ريس. من عيلك يا ريس، شخص ميت يا ريس. سعداء جدا ان احنا النهارده نكون في منتدى الشباب العالمي، ودايما كل معرض بتنورنا تهتم ببنات سينا وسيدات سينا، يا ريت تنورنا ان شاء الله في منتدى شمال سينا ان شاء الله. نتطور بحضرتك دايما. الامور ماشيه كويس صحيح، مش عايزين احنا برضه معرض راسنا الاب الروح لينا، عندنا عايزين الحمد لله، يعني عايزين نسوق كويس مشاريع المعيدة ابصر العبيده بحيث انا اديها في المعرض اصطاد بيها السمك بدل ما اديها كرتونه ولا رقميه ولا حاجه، اديها تتعلم تفصيل على اعلى جوده حتى الاحتراف، تدريب وتشغيل وتاهيل المرأة، ده هتديها فرصه كبيره. انت بفكر في مكان الستات يتعلموا التطبيق، ممكن اقول لك طاقه سعاده بيفكروا بيه وحاجات يعملوها من غير ما نفكر، نعملها اشكال تحفه وموديلات تواكب العالميه، ده كله هيلاقي سوق بره برضه تاني. انا مستعد خامات خامات واحد اثنين ثلاثه ونعملهم صحيح. شكرا يا سيدي، انت عايزه العالميه وانا عايز كده. دي بقى نموذج للفتاة البدوية، سهام سعيد دي أول فتاة بدوية تدخل الجامعة البريطانية علوم سياسية وقربة حقوق جامعة القاهرة، ده نموذج للشباب الفتاة البدوية. طبعا 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 يسعدني يا رب يخليك. ده الريحة يا فندم اللي بنطحن بيه العيش زمان، بيعملوا الخبز والعيش بتاعهم أصلا. فين العيش طيب؟ لا فين العيش؟ عايزين نهديك أغنية نسمعك حاجة. يلا يلا سمعت حاجة، دي الشباب عندنا كانت الآلة الموسيقية بتاعت المرأة البدوية. الله
شكرا. هنصور معاكم بقى. طمنيني الامور ماشيه كويس. الحمد لله. صحيح. والله تسلم يا ريس. والتسويق ماشي كويس؟ الحمد لله كله بفضل حسك وحس ربنا قبل كله ونعم بالله. لكن التسويق ماشي كويس؟ الحمد لله نعم ان شاء الله ربنا خير. ونشكرك على انك بتدعم السكه المصريه والسكه السيناويه وانت فينا احنا فيك يا ريس. تسلم تسلم. انا حرم الشهيد وقت شرطه محمد سلم السواد نقابلت حضرتك في 2015 طلبت منك طلب رأس الشهداء وأوفيت ويعني وعدت وأوفيت يا ريس وإحنا بنشكرك والله بنشكرك يا ريس والله تسلم يا ريس تسلم ربنا يحفظك. السلام عليكم. شرفتنا. والله أنا سعيدة. أنا والدي الشهيد محمد سمير شجاع والدي وكنت نفسي أقابل حضرتك. والله يشرف. وأمليتي كنت أقابل حضرتك مش عشان كده. نفسي أقابل حد نفسي أقول مشاهد نفسي أقابل. أنا بحسد الناس اللي بتقابلهم في الشارع بحسدهم بقول لي يا بختهم إنهم قبل حضرتك. ليه يا شرف؟ والله أنا اللي ليا شرف. والله ليه؟ بحياتك. عايزين إن شاء الله إن شاء الله يبقى لينا سوق خاص بينا في سينا. لسينا في القاهرة نفسه. لأن نجيب حاجتنا من هناك ونسوقها بكل يعني ما فيش يبقى فيها صعوبة وتعب. ده مطلب منك يا رب.